الآن الإنسان عينه قاصرة، يتكلم قليلا، بمعنى لا يبصر ما يحيط به من النعم. بمعنى آخر، أنت لو سألتك سؤال، ماذا تتمنى؟ أتمنى بيت يا شيخ. أحدهم يقول أتمنى أن أتخرج، الآخر يقول لا أتمنى وظيفة مرموقة براتب كذا. وأنت تجد ما تتمناه يعد على الأصابع. الآن أنت دع الآخرة، كلنا نتمنى الجنة، الآن نتكلم عن أمور الدنيا، عن الدعاء. ماذا تتمنى؟ كم دعوة دعوت الله جل وعز شانه بها ولم يستجاب؟ الآن أبصر معي قليلا وحرك معي عقلك قليلا، كم دعوة هل دعوت الله عز وجل أن تملك سيارة وملكتها؟ نعم، لكني دعوت أن أملك الرنج، ما ملكتها للآن. إذن دعوة واحدة لم تستجاب لك، ثم ستصل لمرحلة تتوقف، أليس كذلك؟ زين، الذي في الجامعة يتمنى أن يتخرج فيدعو الله، اللهم أريد أن أتخرج، ثم إذا تخرج اللهم أريد وظيفة فيعطيه وظيفة، ثم اللهم يا رب أريد زوجة فيعطيه الزوجة. ندعو بأشياء نملكها وتارة لا نملكها، يصيبنا يعني القنوط من رحمة الله جل وعز شانه، لأن لم نملك أشياء دعونا بها. لماذا لم يستجب لي رب العزة؟ لماذا لم يستجب لي الله عز وجل؟ أنا دعوت الله عز وجل أن أتزوج فلان، ما أعطاني إياه، لماذا لم يستجب لي؟ دعوت الله عز وجل، لماذا لم يستجب لي؟ دعك من هذا، أنت دعوت الله عز وجل لا يستجيب، دعوت الله وما استجاب. زين، من دعا ربه اليوم أن ينبض قلبه ولا يتوقف؟ من منا دعا ربه بهذا؟ كلنا الحمد لله القلب ينبض، وأنت لم تدعو ربك بها. من دعا ربه اليوم، من دعا ربه اليوم أن يبصر بعينه، لما يستيقظ يفتح عينه يرى، من منا دعا رب هذا الشيء؟ وكلنا لله الحمد استيقظنا وأبصرنا اليوم، أنا أتكلم عن اليوم فقط. من منكم دعا ربه أن لا يستيقظ مجنونا؟ والحمد لله استيقظت عاقلا، وأنت لم تدعو ربك. من دعا ربه اليوم بأن يستيقظ وهو يسمع؟ وما هذا، استيقظت وأنت تسمع، وما دعوت ربك سبحانه. من دعا ربه اليوم بأن يستيقظ وحاسة الذوق لم تفقد؟ من منا دعا اليوم أن يبقى بصحته والله عز وجل أبقى لك صحتك؟ من منا دعا اليوم الرئة تعمل، اللهم يا رب استيقظ اجعل الرئة تعمل حتى المغيب، اللهم. من دعا ربه الرئة تعمل وما زالت تعمل وأنت لم تدعو ربك؟ من منكم دعا اليوم أن لا تتعطل السيارة في وسط الطريق؟ كلنا خرجنا إلى البيت ومعنا طبعا كأس القهوة الصباح، هذا أصبح روتين العائلة، وشغلنا السيارة وذهبنا للعمل وما تعطلت. أصلا أنت ما فكرت أن تتعطل بك السيارة، وما هذا، الله عز وجل أجر لك السيارة بلطفه. إذن الله عز وجل يستجيب لك مليار حاجة بلا دعاء، ثم تأتي لحاجة بسيطة تقول ما استجاب لي، أهذا حياء؟ أسألكم بالله، هل هذا يجوز بحق رب العالمين؟ أنت من الصباح أغرقت بالنعم، وها أنت تشرب وتأكل وتلبس وذهبت للعمل ورجعت من العمل وجسدك ما زال يعمل لله الحمد، وأنت ما رفعت يديك إلى السماء تطلب من الله عز وجل هذا. ثم إذا جئت لأمر دنيوي بسيط أو عظيم ما استجاب لك، تقول الله عز وجل ما استجاب لي، أهذا حياء من رب العالمين؟ أنت تجري بمليار نعمة في اليوم سبحانه، وما طلب الله منك أن تدعو بهذا، بل طلب أن تشكر. هل رأيت في القرآن أو الله، هل رأيت أن الله عز وجل أو في السنة يطلب منك دائما أن تدعو لكل عضو من أعضاء جسدك؟ طلب منك ركعتا الضحى يحفظ عليك كل مفصل جل وعلا، وطلب منك أن تتصدق ليحفظ عليك مالك. قل الحمد لله، قل الحمد لله، يجب أن تعود لسانك هذا. لهذا إذا الله عز وجل شانه لم يستجب لك لأمر، يوجد حكمة، لأنه أصلا أغرقك بالنعم سبحانه، من أخمص قدمك لأعلى رأسك وأنت في النعم صباحا ومساء.